السلام عليكم طلاب ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راح نبلش محاضرة رقم 3 من الكيمياء العضوية. راح نسوي مراجعة سريعة. مثل ما أخذنا إحنا كيمياء العضوية وأخذنا المركبات العضوية، العنصر الأساسي بها هو من هو الكربون، وفهمنا وأخذنا عليه وايد أمثلة. ورحنا على مركبات، قلنا عندنا مركبات هو الغازات مالته، عندي غاز الميثان وغاز الأثيلين وغاز الأستيلين. خوف وبعض مركبات العضوية، خصوصاً قاعد نحكي عن غاز الميثان، أخذنا وجوده وتحضيره واستعمالاته، وكذلك غاز الأثيلين همين أخذناه بالتفصيل. وصلنا إلمن غاز الأستيلين هو تحضيرنا لهذا اليوم. خوش قلت لكم تحضيرنا إن شاء الله من الأستيلين، زين مثل ما واضح عندنا الحد ما تأثير كحول الأثيل على الإنسان. إذا راح نبلش إن شاء الله بالموضوع مالتنا، هو يا غاز الأستيلين هو رقم 3 بالنسبة. خوش صيغته C2H. إذا نحن نعرف هو شنو؟ هو مركب هيدروكربوني، صيغته الجزيئية C2H2. ترتبط فيه ذرتان الكربون بآصرة تساهمية، نوعها ثلاثية، وهو مثال على صنف الهيدروكربونات. يو نوع بها الغير مشبع، تسمى الكائنات، يعني من صنف الكائنات. زين نحس نرجع مراجعة سريعة إلهم. احنا اخذنا الميثان قلنا بأواصر بي مشبع بسبب الأواصر المفردة، خوش، ومن نوع صنف مالته من الألكانات. ورحنا على الأثيلين، زين قلنا من هيدروكربونات الغير مشبع بسبب احتواء الأصر المزدوج، وكذلك من هو الأستيلين هو الغاز مالتنا، هم ايش نعتبره؟ زين نعتبره من الغير مشبع من صنف الألكانات. هم اللي احنا ناخذ ان شاء الله تحضيره. زين وصلنا لتحضير الأستيلين، راح يجينا سؤال مهم ووزارة هم اللي يقدر يقول عليه، ومن أسئلة الكتاب يقول سؤال: وضح مع الرسم جهاز تحضير C2H2 في المختبر معزز جوابك بكتابة المعادلة الكيميائية. زين إذا يريد من عندي نحضر الأستيلين والرسم وياه ونثبت كلامنا بمعادلة كيميائية. زين نجي نشوف مين يحضر. يقول يحضر الأستيلين في المختبر من تفاعل كاربيد الكالسيوم صيغة الكيميائية CaC2 مع الماء، وهذه الطريقة صناعية في الوقت نفسه. يعني نقدر نقول هاي الطريقة عندي يحضر مختبريا وكذلك يحضر صناعيا بنفس الوقت، اميا من تفاعل كاربيد الكالسيوم وياما ويا المي. هسه ان شاء الله نبين معادلة التحضير ونشرحها، هو شرح مفصل مع الرسم. اجينا التفاعل شنو عندي انا؟ يتفاعل CaC2 مثل ما يقول كاربيد الكالسيوم، وياما راح يتفاعل طلاب ويا ال H2O. ايش راح يعطيني؟ اكيد راح يعطيني C2H2 زائد منه زائد CaOH2. ندري احنا المعادلة هاي ما متوازنة، اذا اجي اوازن CA هنا CA هنا 2 ما مشكلة بيها. خلاص واحد بواحد CA، اسف هنا C2 2 وهنا C2 2. اجينا للH، H قد هنا 2. اوكي هنا الH ننتبه هنا 2 وهنا 2 ما تبقى وصارت 4، فلذلك ما متوازنة. ايش قد لازم اضربه هنا؟ اضربه في 2 عمود يصير 4 هنا، زين 2 و2 4. نجي للO هنا 2 وهنا، اذا توازنت عندي المعادلة. اجينا راح ناخذ الشرح مالته. ايش قال لي؟ يقول لي حيث يوضع من هو كاربيد الكالسيوم، خوش، وين في دورة التحضير؟ يعني مثل ما يقولون نجي على الرسم هذا. قلنا هذا الدورق بيه شنو؟ كاربيد الكالسيوم. خوش، وهذا القمع الزجاجي، ايش راح نضيف من يمه؟ نضيف من يمه المي. زين بس المي من اللي راح نضيفه؟ خوش، راح نضيفه بصورة تدريجية. ليش؟ عمود يصير التفاعل خوش ببطء، ونتجنب انه الظروف الغير مناسبة اللي تصير بيه. زين فلذلك من ضفت المي ايش راح نلاحظ؟ راح نلاحظ حدوث تفاعل وتحرر غاز. هذا الغاز راح ينطلق عن طريق انبوب التوصيل، زين راح يروح بالدورق هذا الثاني اللي يحتوي على مي، خوش، او انه يحتوي على مي. ايش راح يعمل؟ بما انه غاز ويعتبر همين قليل الذوبان بالمي، راح يعمل على ازاحه الماء للاسفل وصعود الغاز للاعلى. يعني نقدر نقول هذا يا غاز، زين هذا غاز الاستيلين. هذا نقدر نقول سهلت علينا الوضعية، انه حضرنا غاز الاستيلين، كتبنا معادلته مع الرسم الموجود هنا بشكل بسيط. خلصنا من التحضير، اجينا وين؟ اجينا للسؤال الثاني. ايش قال لي هذا السؤال؟ ننتبه طلاب،
يقولوا ما هي خواص السيتو اجتو، يعني منو خواص غاز الاستنين. شنو خواص؟ اول نقطة النبي يقول غاز عديم اللون ذو رائحة كريهة تشبه رائحة الثوم. ما عندنا اشكال بها ريحته، شلون الميزة انه تشبه ريحة الثوم، فلذلك عرفنا الاستنين. اثنين لا يذوب فيها الماء، عرفنا احنا لا يذوب الماء فلذلك يصعد للاعلى ويزاح الماء للاسفل. ثلاثة يشتعل وين في الهواء؟ بلهب داخل، اذا بالهواء بلهب داخل، بينما يشتعل في الاوتو بالاكسجين بلهب ازرق باهت مع تزايد حراره عاليه. زين حسب المعادله، هنا راح نكتب المعادله مثل ما تشوفون، ما عندنا مكان راح اكتبه هنا جوا. المعادله شنو عندي؟ معادله C2H2 احط تقريبا بالاوتو. ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني CO2 زائد شنو؟ H2O زائد خوش انرجي. زين هي السحوله طاقه. اجينا C2H2 لازم نجي نوازن المعادله. هنا C قد عندي؟ هنا 2 خوش، وهنا 1، فلذلك بدون تفكير لاحظ روحي في ايش قد؟ في 2. اجيت هنا للH هنا 2 H هنا 2. نجي نوصل للO. هي هاي فكرة المعادلة شوية موازنتها مهمة، ليش؟ يعني شوية عندها اختلاف. هي شنو الاختلاف مالت الطلاب؟ من نجي نحسب الاو؟ هنا الاو 2 وهنا 2 في 2 4 وواحدة 5. من نوازنها؟ ليش؟ لأن عندي 5 ذرات او وهنا عندي ذرتين. فلذلك ايش راح اسوي؟ زين راح اسوي اضاعف الكمية مادة. زين يعني شلون؟ يعني هاي احاول اوازنها مرة ثانية. اوكي. يعني معناها اقدر شو اسوي اني؟ اقدر هاي الاو السي او اضربها في 4 زين، وهنا سي اضربها في 2، على شو يصير؟ هنا 4 زين، وهنا 8 خوش، وهاي الاتش 2 او نضربها في ايش قد؟ في 2. ليش؟ لان مات هذا، فلذلك اجي راح نعيدها مره ثانيه. هنا 4 هنا 4 صح، الاتش هنا 4 هنا 2 في 2 4. نجي للاو 4 في 2 8 و2 مات هاي 10، يعني نقدر نقول هاي نضرب في ايش قد؟ هاي اذا نوازن المعادله بشكل بسيط. نكمل معادلاتنا او النقاط مالتنا مالت الخواص C2H2. وصلنا للنقطه رقم 4، ايش قال لي؟ قال يتفاعل مع الماء البروم الاحمر ويزيل لونه. هذا السؤال مهم مثل ما اخذناه بالاثنين. ليش؟ لان اللي حيجينا سؤال مثل ما نوضح هنا، قايل هنا يقول وضح مع ذكر المعادلات اللفظيه كيف يمكنك التمييز بين الليثر والاستيلين. اسف اخذنا احنا غاز الاثيل همين بالخواص وهمين هاي النقطه نفسها، وقلت لكم همين نفس السؤال بس التمييز بين الميثان والاثيلين. هنا بين الميثان والاستيلين، شلون نقدر نميز؟ مثل ما متعلمين احنا عن طريق الماء البروم الاحمر. شنو هو استاذ؟ يقول بواسطه الماء البروم الاحمر، حيث الماء البروم الاحمر لا يتفاعل مع منه؟ مع غاز الميثان، ولا يختلف اللون الاحمر. بينما هنا يقول الاستيلين يتفاعل ويزيد لونه، فلذلك عرفنا انه الماء البروم الاحمر يتفاعل ويا الاستيلين والاستيلين يزيل اللون مالته، اما الميثان لا يتفاعل ولا يزيل اللون مالته. وش قايل لي؟ قايل لي اذكر المعادلات اللفظيه همين وياها. شلون المعادلات اللفظيه نذكرها؟ نفس ما هاي كاتبين. الميثان زائد ماء البروم الاحمر لا يختلف اللون الاحمر. وهنا الاستيلين زائد ماء البروم الاحمر يختلف اللون الاحمر بكل بساطه. يعني بالضبط ما اخذناه بالاثيلين. اجينا على اخر سؤال. زين بمن؟ بالاستيلين. السؤال هنا يقول لي ما هي صفات غاز C2H2؟ زين هنا نقدر نقول مو انه صفات، او نقول ما هي استعمالات. زين نقدر نقول انه استعمالات، اذا نحذف هذه نقول ما هي استعمالات غاز C2H2، يعني وين نقدر نستعمله. زين اول نقطه يقول يستعمل مزيج الغاز مزيج غاز من غاز الاستين والاكسجين في توليد الشعله المسمات بالشعله الاوكسي استيلينيه. هاي الشعله الاوكسي استيلينيه غير تستخدم في قطع المعادن ولحمها او لحمها. اما نقطع المعادن احنا شايفين كنا انه اللحيم، زين الات اللحيم وغاز مات انه مثل القنينه مات الاكسجين. زين هذا شنو هو؟ هاي هي العباره، هي ببساطه الشعله الاوكسي استيلينيه. هاي الاوكسي استيلينيه شو نسوي لها؟ انه دائما نقول لك البس نظارات. ليش؟ لان يعني الاثر
على عينك انه اما تلحم المعادن او نفس الوقت تقدر تقطعها زين، وهاي احنا شايفينها وملاحظينها خوار. اذا هاي احد استعمالات الاسم. نروح على النقطه رقم 2، يستعمل كماده اوليه في صناعه انواع مياه من المطاط والبلاستيك وحامض القليل. اذا يستخدم وين؟ سهل هذا، في المطاط والبلاستيك وحامض. طلاب نقدر نقول خلصنا غازل الاستيلين، اسف خلصنا غازل الاستيلين. راح نروح على موضوع ثاني وشيء مهم طبعا لازم كنا نعرفه، هو منه كحول الاثيل او الكحول الايثانول، وصيغته الكيميائيه C2H5OH. قلنا نعرفه من الكحول من الـ OH الكحوليه مالته، اما نستخدم كحول الاثيل او الايثانول. هنا نقدر نقول انا كتبت نفس الكتاب مالك موجود بالكتاب زين، بس شنو راح اسويه؟ عباره عن سؤالين عن طريق الحكي مالتي. هنا سؤال يقول لك كيف يمكن تحضير الكحول الاثيل خوش بالطريقه القديمه زين، والثاني انه كيف يمكن تحضير كحول الاثيل صناعيا. راح ناخذ بالطريقه القديمه. اول شغله نريد نعرف كحول الاثيل منين اجتي زين. يقول كلمه عربيه منها اشتق اسم اللاتين منو؟ الكحول زين، وهو ماده معروفه منذ امد طويل يعني منذ سنين طويله خوش، وكان يحضر ميا زين يحضر من تخمير الدبس او التمر او عصير العنب. هذا الدبس او التمر او عصير العنب يكون بمعزل عن شنو؟ معزل عن الهواء، معزل عن الهواء، حيث يتحول السكر بفعل انزيم هذا ماخذيه بالاحياء خوش انزيم الخميره الى سكر بسيط، وبعدين ثم يتحول السكر البسيط بفعل انزيم يا انزيم انزيم الزايميز، انزيم الزايميز خوش الى كحول الاثيل و CO2. يعني نقدر نقول السكر بفعل انزيم الخميره يتحول الى سكر بسيط مثل ما هاي المعادله، والسكر البسيط بفعل انزيم الزايميز خوش يتحول الى كحول اثيل و CO2. يقول ثم يفصل الكحول من محلوله المائي بمن؟ بالتخطير، لان وجود المي وياه لحين محلول المائي بالتخطير ويحضر. هسه نقدر نقول هنا خلصنا الطريقه القديمه. هسه شلون نقدر السؤال من هنا يجينا كيف يمكن تحضيره صناعيا؟ هذا السؤال رقم 2. نقدر هنا سؤال خلص 2 وهنا سؤال 1. هاي عندنا مهمه. تحضيره كيف يمكن تحضيره صناعيا؟ يقول يحضر كحول الاثيل صناعيا من مشتقات النفط. يتفاعل شلون؟ يتفاعل غاز الاثيلين مع الماء بوجود منه حامض الكبريتيك المركز وعوامل مساعده اخرى مثل درجه الحراره والضغط. اذا شنو الاثيلين يتفاعل ويا من؟ ويا المي بوجود منه ال H2SO4 يعني حامض الكبريتيك المركز وعوامل مساعده. هاي العوامل المساعده درجه الحراره والضغط. هذا نقدر نحصل على كحول الاثيل كما في المعادله اللي حوضحها هسه لكم. عندي شنو هاني؟ عندي C2H4 راح يتفاعل ويا من؟ ويا ال H2O الماء. ايش راح يعطيني؟ زين راح يعطيني غاز كحول الاثيل بس بوجود منه ال H2SO4 المركز. راح يعطيني C2H5O. هذا يسحول الكحول الاثيل او الايثانول. بس المعادله نجي نشوفها متوازنه لا، هنا سي ايش قد عندي؟ 2 وهنا 2 خوش، الاو هنا الاتش هنا 4 و2 6، هنا اتش 5 1 6 خوش، الاو هنا اجينا ايش قد شفنا؟ 1 وهنا الاو 1. نقدر نقول المعادله شنو؟ متوازنه. هاي حضرناه كحول الاثيل او الايثانول او C2H5OH صناعيا. اجينا للخواص مالته. سؤال رقم 4 يقول ما هي خواص كحول الاثيل؟ شنو الخواص مالته؟ اول شغله يقول سهل له درجه غليان اقل من درجه غليان الماء ويتجمد في درجه الحراره الواطن. احنا درجه غليان الماء ندري نفس درجه التبخر هو ايش قد؟ 100 درجه سيليزي. اذا درجه غليان كحول الاثيل اقل من درجه غليان حكي لا ويتجمد في درجة حرارة هم شنو؟ واطئة زين، يعني درجة حرارة واطئة جدا أقل من درجة
انجماد. اجينا رقم 2 يقول سائل ذو رائحة مميزة. اذا سائل ذو رائحة مميزة. رقم 3 يقول مذيب جيد لكثير من المواد العضوية. سائل ما بيشي هاي النقطة. ورقم 3 من المذيب جيد لكثير من المواد العضوية هم المواد نشكاك. ورقم 4 يشتعل بلهب أزرق باهت مكون CO2 وبخار ماء. اذا شنو هو؟ نفس ما اخذنا معادلة احنا نكتب C2H2 راح يشتعل وين؟ بالO2. شو يعطيني؟ يعطيني CO2 زائد H2O زائد شنو؟ صفر لها انرجي. اجينا بس نوازن المعادلة. هنا C قد عندي 2 وهنا 1 لان ضربتها في ايش قد؟ في 2. الH هنا عندي 2 الH هنا عندي 2. خوش اجينا للO 2 في 2 4 وواحد 5. زين ايش قد صارت عندي؟ 5. هنا ما يصير عندي ليش؟ هنا همين عندي ايش قد؟ عندي 2. خوش فلذلك ايش راح اسوي؟ زين راح مثل ما تعلمنا هنا راح تصير 2 صارت 4. خوش هنا ايش قد راح يصير عندي؟ راح اضربها في 4. خوش هنا صارت عندي 2 في 2 4 هاي راح اضربها في 2. اي هسه احسب مره ثانيه الاو 4 في 2 8 و2 10. اذا هذا اضربها في ايش قد؟ في 5. اذا صارت ايش قد عندي؟ صارت عندي 10. زين فلذلك نقدر نقول وازننا المعادلة هاي مالتنا. وصلت فكرة عين؟ إن شاء الله فهمناها. زين اجينا آسف طبعا انه طلعت عندي رحت على الاستيلين. زين احنا لازم نروح على الكحول الأثيل. زين فأعتذر انه بس هاي راح امسحها المعادلة لأن عندي أنا مات كحول الأثيل رحت على الاستيلين. بس راح نعيد هاي المعادلة. عندي من هو C2H5OH يتفاعل ويا من؟ يتفاعل ويا O2 يعطيني CO2 زائد H2O زائد طاقه. راح نحن على باب موضوع عن الموضوع الصعب. جيت نفس الشغله حاجة اوازنها. السي هنا قد عندي 2 هنا قد 1 اذا اضربها في قد؟ في 2. اجينا للH هنا 5 1 6 هنا قد 2 اضربها في قد؟ في 3. ايش قد صارت؟ صارت 6. خوش اجيت لل O. ال O هنا عندي ال O هنا عندي 1 و2 هاي 3 هنا 2 في 2 4. خوش هنا 3 في 1 خوش 3 و4 7. ببساطة نضربها هاي في 3 صارت 3 في 2 6 و1 7. توصلت عندي المعادلة بشكل بسيط جدا. نقدر نقول طلاب خلصنا بالسؤال خوش رقم 4 وخواص كحول الأثيل. وصلنا للسؤال الأخير نقدر نقول عليه ما هي استعمالات كحول الأثيل. إذن يريد استعمالات كحول الأثيل مهمة عليه. كحول الأثيل كله يعتبر كلش مهم عنده سؤال. ليش؟ لأن كل سنة نقدر نقول عليه يجي سؤال فلذلك ركز عليه. فيعني ماكو فد أسئلة زين بالوزارة إذا ما جايبين على كحول الأثيل. فنركز على هذا الموضوع كلش مهم. زين إجينا الاستعمالات مالته. إيش قال لي؟ يقول لي ما هي استعمالات كحول الأثيل؟ أول نقطة يستعمل كمادة أولية في كثير من الصناعات ولا سيما مواد التجميل والعطور وأنواع الورانيش والحبر والمطاط الصناعي. إذا يستخدم بالتجميل والعطور والورانيش وكذلك والحبر والمطاط الصناعي. هاي أول نقطة. ثاني نقطة إيش قال لي؟ يستعمل في كثير من المركبات الدوائية والمشروبات الروحية. يستخدم بالدوامالين والمشروبات الروحية. رقم 3 يقول يخلط مع قليل يخلط مع قليل من اليود ليكون محلول يستخدم لتعقيم الجروح وهو سام. زين يخلط مع كمية قليلة من اليود. ليش؟ يستخدم لتعقيم الجروح ونش نعتبره سام على ما تقدر انه الاطفال مثل ما يقولون يتناولون من عنده. زين لان انه بسبب السم الموجود به او ماده سام يعتبر. نقطه رقم 4 استعماله كوقود. نقدر نستخدمه كوقود وذلك بخلطه مع المشتقات النفطيه الاخرى. اذا هل يستخدم كوقود؟ لانه يشتعل. زين وبين شلون؟ عن طريق خلطه مع المشتقات النفطيه الاخرى. نجي رقم 5 هي نقدر نقول اهم نقطه. يقول يباع كحول الاثيل بثمن رخيص للأغراض الصناعية.
هاي ما تشكل يريد ويعطل عن الشرب ويعرف عنده إذن بالكحول المعطل. شلون نقدر نقول نعطل عن الشرب؟ ويتم ذلك بإضافة بعض المواد السامة إليه مثل منه كحول المثيل وبعض الأصباغ لغرض شنو؟ تمييزه. زين غرض تمييزه عن منه؟ زين عن كحول الأثيل النقي. إذا هاي نقطة رقم 5 إن شاء الله ونختم معكم. يقول يباع كحول الأثيل بثمن رخيص للأغراض الصناعية، إنه ثمن رخيص فلذلك يباع وين؟ الأغراض يستخدم في الأغراض الصناعية. وش قال لي؟ قال لي يعطل عن الشرب. يعني شنو؟ ما نقدر نتناوله كشرب. إيش وقت؟ خوش؟ أو شنو اسمه عنده إذن يعرف بالكحول معطل؟ وشنو تعريف الكحول المعطل؟ هو الكحول الذي يعطل عن الشرب وذلك بالإضافة بعض المواد السامة إليه. خوش؟ فعطلناه عن الشرب. اوكي عن طريق اضافه بعض المواد السامه اليه، من هي هاي؟ مثل كحول المثيل وبعض الاصباغ. خوش كحول المثيل مثيل ماده سامه وبعض الاصباغ، ليش ضفنا؟ على نقدر نميزه عن كحول المثيل النقي. زين فهذا قلنا اما الكحول المعطل او صحول السبيرتو انه يجينا تعريفه او عدم استعمال الكحول المثيل او الايثانول. نقدر نقول طلاب خوش وصلنا لختام محاضرتنا لهذا اليوم، بس عندي ان شاء الله تحضير واحد اعطيكم اياه وراح نختم. يقول ما الواجب البيت ان شاء الله مالتنا حيصير من تاثير كحول الاثير على الانسان صفحه 100 الى نهايه الفصل، يعني الى اسئله الفصل. زين وان شاء الله طلابنا حيصير عندكم الواجب انه هذا الواجب اضافه لذلك حل اسئله الفصل، ولو احنا هواي حليناها داخل راجعون محاضراتنا، زين حاليها اسئله الفصل بيهن وبيهن حاليين على مود ان شاء الله طلاب نقدر نقول تواصلون وياهم وتحلوا لهم تنزلون لهم على التليجرام او الماسنجر. ان شاء الله ختام محاضرتنا زين انه اتمنى منكم انه تقرون، وان شاء الله خلصنا الفصل السادس باكر ان شاء الله زين اخر محاضره عندنا نختم بها الفصل السادس، وان شاء الله اسوي لكم اسئله عن الفصل السادس زين ورا ما تخلصوها تهدوا لي اسئله الفصل امتحنكم بها. خوش ان شاء الله انه تمتوا من عندي واي استفسار تقدرون تراسلوني زين، ونختم محاضرتنا بالصلاه على محمد وآل محمد.